بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بقى على الريجن بروبوزال نتورك اللي هي الكور بتاع الفاستر ار سي ان ان. لو احنا عاوزين نعمل ريجن بروبوزالز بس باستخدام نتورك تتعلم بدل ما كنا بنطلعه بالتكنيكس بتاعتنا بتاع سيلكتيف سيرش والايدج بوكس وكده. نبدا الاول نتكلم على الكونسبت بتاع الانكور بوينتس والانكور بوكس. الكونسبت ده مستخدم هنا ومستخدم في اليولو ومستخدم في كذا تكنيك، فالكونسبت ده مهم بالنسبه لنا في الكمبيوتر فيجن. تعال بص كده، ادي صوره لطيفه اهي، عندنا اب وابنه بيلعبوا كوره. المهم غطت على الصوره، يعني ادي عندنا الجراوند تروس بتقول عندنا 3 اوبجكت 1 2 3. انسان لو حد شايف نظام 6 على 6 شايف في اوبجكتس ورا، انا بتكلم على 3 اوبجكتس دول دلوقتي. ادي الانبوت ايمج، اعمل انكور بوكس زي كده، انكور بوينتس. اقول لك الصوره دي قسمها لي، بص 1 2 3 4 1 2 3 4 5 20 انكور بوينت اهم، اخترتهم في السنتر زي كده. عاوز تاخدهم كام دي بتاعتك، ده ديزاين بروبلم، انت اللي تختار اللي انت عايز تقسمهم قد ايه حسب طبعا دقه تفاصيل الصوره. يعني نكمل، عند كل سنتر من دول من الانكور بوينتس هتسنتر مجموعه من الانكور بوكس. كلمه انكور معناها ريفرنس، فكانك حط هنا ريفرنس بوينت في كل بوكس من دول، كل واحده من دول بسنتر عليها مجموعه من البوكس زي ما احنا شايفين كده. يعني كاني بقول لو في اوبجكت هنا، ادي الباوندنج بوكس بتاعه، ده البروبوز ريجون بتاعه، ده بروبوز ريجون تاني بس اسبيكت ريشن مختلفه، بروبوز ريجون تالت اسبيكت ريشن مختلفه. لو كان في اوبجكت هنا اعمل له برده باوندنج بوكس زي كده. هنعمل حاجه زي دي، فعملت ديفاين الانكور بوكسز كلهم سنترد عند الانكور بوينت بتاعتنا. اما اجي اعرف الانكور بوكسز بعرف ديفرنت سكيلز وديفرنت اسبيكت ريشوز. يعني ادي مثلا اسبيكت ريشو عشان حد واقف طويل كده، اسبيكت ريشو عشان عربيه او حاجه بالعرض، اسبيكت ريشو عشان حاجه مثلا شبه مستطيله او مربعه شويه. الثلاثه كلهم سنترد هنا. كمان ممكن اخد ديفرنت سكيلز، يعني انت ليه خدت الثلاثه اسبيكت ريشو دول بس بالحجم الصغير، ما تعمل احجام كبيره. يعني ما تيجي نعمل كمان واحد كده، خلينا نشوف واحد ازرق مثلا اهو كبير شويه زي كده، وده هيبقى النايم بتاعه يبقى حاجه زي كده اهو، والواقف بتاعه يبقى حاجه زي كده، واعمل سكيل ثالث لو انت عايز. وبالتالي فانا كاني بفترض من الاول ان انا بسنتر الايه الريج بروبوزد ريجونز بتاعتي انجاز التعبير في السنترز دي اللي هي الانكور بوينتس، وكل واحده بحاول احط حواليها مجموعه من الانكور بوكسز زي كده، وده بقى هو النواه بتاعتي بتاعت البروبوزد ريجون اللي هعلم عليها السيستم. انا عاوز اعلمه بحاجه سيستماتيك، يعني تبقى حاجه زي كده. بص معايا تاني، ادي الصوره اهي، ادي الانكور بوكسز، ده الجراوند تروس اللي هو الاخضر، حطينا هنا مجموعه من البروبوزد ريجونز زي كلها اهي، البرتقاني واللبني والموف كده، وبدور بقى مين في دول هيفت مع الاوبجكت الكبير ده، ولا واحد. مين هيفت مع ده؟ ممكن انا جايز الاقي واحد يفت مع دي الصغيره، مع الولد هنا مش هلاقي قوي برضه. فواضح كده ان انا ما اخترتش السايزز بتاعت الانكور بوكسز بنسب كويسه. سيلكتد سايز انكور بوكسز ار تو سمول، صغيره قوي. وبالتالي يمكن الكوره اللي تيجي بس، الاحجام اللي عندي جايز واحده ممكن تفت على الكوره لو فرض يعني. والباقيين مش هينفع. هتيجي تجيب الاي او يو بتاع اي واحد من دول مع الاوبجكت الحقيقي اللي عندي، يقول لا مش تبعي مش تبعي مش تبعي. طب ما نعمل ايه؟ نكبر السايزز شويه. بص كده، لازال نفس البوينتس هي هي، بس كبرت السايز بقى، بقى عندي ايه؟ بص كده، ادي في واحد كبير خالص اهو، وادي واحد كده كبير، واحد كده صغير. وانت في اي مكان من دول تلاقي، يعني مثلا بص الموف اللي هنا ده اهو ممكن يعمل اي او يو معقول مع الراجل اللي واقف، الموف اللي هنا ده ممكن يعمل اي او يو معقول مع الولد اللي هو الاخضر بتاعه ده، البرتقالي ده ممكن يعمل اي او يو كويس مع الكوره. وبالتالي فاحنا عملنا هنا ايه؟ مقاسات مختلفة شوية، لارجر انكور بوكسز، واحنا واخدين دلوقتي 9 انكور بوكسز. طبعا عاوز تاخد كام دي بتاعتك برضو، يعني عاوز تقترح كام انكور بوينت، عاوز تقسم صورة حتت صغيرة قوي ولا حتت كبيرة دي بتاعتك، وفي كل سنتر كل انكور بوينت من دول تحط عليها كام بروبوزد بوكسز انكور بوكسز برضو دي بتاعتك. احنا هنا مثلا في المثال بتاعنا حاطين 9، 9 ليه؟ عملنا 3 سكيلز مختلفين، وكل سكيل خدنا منه 3 ريشوز، 3 اسبكت ريشوز مختلفين.
اوفرلابنج بتوين البوكسز، مش مشكله. في الاخر ايه اللي هيحصل؟ يعني هيطلع لي خمسه سته بوكسز كلهم بيقولوا انا تبع الولد، مفيش مشكله، هفلترهم في الاخر بالماكس سبريشن، هم بيطلعوا بس. تعال نكمل كده، ادي الانكور بوكسز اللي عندنا اهو. بعض الانكور بوكسز تطلع في حته زي كده، ده عباره عن باك جراوند، مفيش اوبجكت فيه. ده هيطلع ده نفسه في اوبجكت جواه اهو. مثلا اللبني ده ما هوش اوبجكت، ده يعتبر كانه باك جراوند او حاجه بنسميها ميكس ما بين الاثنين، اللي واخد حته هنا. ده البرتقالي ده يعتبر باك جراوند، ده لا ده يعتبر اوبجكت، وهكذا. طبعا هندور على مقياس نقول امتى اوبجكت ولا لا. خد بالك احنا حتى الان بنتكلم ان انا بشتغل في التريننج، يعني انا عندي الداتا الاصليه، عندي الصوره وعندي الجراوند تروث بتاعها اللي هو الاخضر ده، فانا عارف كل حاجه. وبالتالي اقدر اقول البروبوزد ريجنز بتاعتي دي اللي انا بقترحها دلوقتي او الانكور بوكسز دول جواهم اوبجكت ولا جواهم باك جراوند ولا جواهم حاجه ميكس ما بين الاثنين ده وده. نمر في انكور بوكسز اللي احنا واخدينها في المثال بتاعنا زي ما قلنا هم تسعه زي ما قلنا من شويه. طب الانكور بوينتس كام؟ واخدين زي مثلا خدنا 3 في 4، لو قلنا مثلا حاطط 3 كده في 4 كده بقينا 12. يبقى عندي كام بوكس؟ هم 12 بوينت، كل بوينت حاطط لها 9 بوكس بالسنترية عندها، يعني عندي 108 بوكس. تقدر تكبر العدد ده زي ما انت عايز، تخليه بقى 1000 2000 زي ما انت عايز. بس دي الفكرة. ادي الريشوز المختلفة مثلا 1 ل1 2 ل1 1 ل2. تقدر تاخد مثلا سايز مختلفة 128 128 56 512 512، وكل واحد بقى مطه كده يمين مطه لفوق، لا سيبه مربع زي ما انت عايز. في الاخر دي الفكره بتاعت الانكور بوكسز والانكور بوينتس. الانكور بوكسز بارامترز اللي هي الاكس والواي والويدث والهايت، تعال نتفق نعرفها ازاي. Each anchor box is characterized by two vectors. واحد منهم بيتكلم على الكونتنت كلاسيفيكيشن فيكتور، يعني هل هو جواه اوبجكت ولا لا، ولا جواه باك جراوند ولا لا، ولا جواه ميكس ما بين الاثنين. لو رجعنا تاني كده زي ما قلنا في الرسمه بتاعتنا، ده المفروض اقول ان هو باك جراوند بس، ده ممكن اقول ان هو باك جراوند، يعني حته الشعر الصغيره دي مش محسوبه قوي. ده فعليا ما هوش باك جراوند الا لو كنا بنقسم اثنين، لكن لو انت عايز تقول على ده صح ده اعتبره ميكس. ميكس ليه؟ لان في حته منه من الاوبجكت اهي، حتى من نقطه الباك جراوند اهي، فده عباره عن ميكس. وبالتالي فانا كل انكور بوكس من دول عاوز اقول له حاجتين، ابعاده ايه وجواه ايه، ده اللي بنتكلم عنه. تو فيكتورز، واحد منهم الكونتنت، بتكلم على كونتنت، كونتنت كلاسيفيكيشن فيكتور بتاعنا اللي هو ده، هل هو بينكلود اوبجكت، ادي واحده، هل هو بينكلوز باك جراوند، هل هو ميكس ما بين الاثنين. معنى كده ان الفيكتور ده يبقى طوله كام؟ انا عندي ثلاثة كلاس، ثلاث حاجات، يبقى لازم عاوز 2 بيتس، يبقى الفيكتور ده طوله 2، عشان عاوز فرق ما بين ثلاث حاجات مختلفين. مش هقول لك هو 0 و1 باك جراوند ولا ايه اوبجكت، بس عندي حاجه ميكس ما بين الاثنين. طب ليه انا طلعت الميكس؟ عشان مش عاوز السيستم يتلخبط، انا عاوز يبقى عارف لو باك جراوند يبقى باك جراوند، لو فور جراوند يبقى فور جراوند، فانا بفصل الثلاثه عن بعض عندي. وبالتالي زي ما هنشوف بعد شويه الفيكتور ده طوله 2، طبعا 2 بيتس لو كنت شغال باينري، انا هنا عندي رقمين في الاخر بيحددوا الفيكتور بتاع الكونتنت. عندنا فيكتور ثاني الباوندنج بوكس اوفست، يعني الباوندنج بوكس ده هو طلع سي في اوبجكت، بس هو فرق قد ايه عن الجراوند تروس بتاعته؟ الكلام طبعا مش هينفع الا لو كان في اوبجكت بس، لو كونتيننج اوبجكت اونلي، عشان كده اقول لك الاوفست قد ايه بينه وبين البوردر بتاع الاوبجكت، لكن بينه وبين البوردر بتاع الباك جراوند ملهاش معنى، ما هو مفيش اصلا، انا مش مبروز الباك جراوند بتاعي. الباوندنج بوكس ده هيحتوي على ايه؟ احنا قلنا محتاجين اربع حاجات، اكس وواي والويدز والهايت. عاوز اعرف، بص بقى، عاوز اعرف هو غلطان قد ايه عن الجراوند تروث الحقيقي بتاعي، دي الفكره. يعني انا مش عايز بس اكس واي ويدث وهايت، انا مش هاخد ده زي ما هو واقول لك هو ده الاوبجكت اللي لقيته، لا ده انا عاوز احسنه،
هديك مكان احسن. ده احنا افترضنا في الاول كده بس ابعاد كده، حط شويه انكور بوينتس، رمي حواليها شويه انكور بوكسز وخلاص. بس عاوز اترين النتورك بتاعتنا انها تقول لي ده فعلا بروبوز ريجن ولا لا، والحاجه الثانيه تديني ابعاد احسن للاكس والواي والويتس والهايت. طب نجيبها منين؟ انا المفروض اوريدي انا عارف كمان الجراوند تروس. بمعلوميه اكس واي ويتس واي اللي هم انا بقترحهم، والجراوند تروس اكس واي ويتس واي برضو بتوعهم، اقدر اشوف الخطا هيبقى فين. الخطا بمعنى الديسبيسمنت ما بين الاثنين سنتر، السنتر بتاع البروبوز ريجون اللي انا او الانكور بوكس بتاعي وبين الجراوند تروس اللي هو بي اوفرلاب معاه كويس. قول لي الديسبيسمنت قد ايه عشان احاول امينيمايز دي او مصلح الاكس واي بتاعه. الحاجه الثانيه الريشيو ما بين الويتس والهايت بتوع الانكور بوكس بتاعي بتوع الجراوند تروس، وبالتالي يبقى الفيكتور ده هيبقى فيه طوله 4، يعني حاجه زي كده. بتكلم على اكس واي ويتس وهاي، بس دول بتكلم على اوفست مش على القيم الحقيقيه. فرق قد ايه عن الجراوند تروس نفسه؟ كاني اقولها لك بشكل عكسي، لو النتورك دي اتعلمت صح هتخرج لي ايه؟ بصوا كده هتخرج الاوفست دول اللي انا معلمها عليهم، وانا اوريدي كنت مقترح بروبوزد ريجنز معينه اللي هي الانكور بوكسز، اجمع عليها الاوفست دي يبقى انت قربت قوي من الجراوند تروس الحقيقي. دي الفكره. خدنا بالنا؟ اقولها تاني، هرجع لورا هنا. ده عامل اوفرلاب كويس مع الاوبجكت لاين، بس لا اكس واي هنا مختلف، او لو خدنا السنتر بتاعه ليه سنتر هنا مختلف غير السنتر بتاع الاخضر ده. فانت لو بتقارن ما بين الاثنين دول، السنتر بتاع ده غير السنتر بتاع ده، انا بقول له اتعلم الفرق ما بينهم عشان بعد كده لو انت كان عندك ده وانا اوريدي عندي انا اللي مقترحه، اجمع عليه الاوفست تعرف تجيب الاخضر. نفس الكلام في الويتس والهايت. فانا بحاول اعلم النتورك بتاعتنا ازاي تجيب الفرق بتاع الاخطاء عشان مجمع الاخطاء دي على البوكس اللي انا اوريدي كنت مقترحه يحاول يقرب لي قوي من ده. دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. هنشوفها بالتفصيل كمان شويه. يبقى اول جزء كلاسيفيكيشن بتاع الانكور بوكس، جزء قلنا حاجتين اهو هرجع لورا تاني. كونتنت كلاسيفيكيشن ده الاولاني ده فيكتور، والتاني باوندنج بوكس. هنتكلم على الكونتنت كلاسيفيكيشن الاول. الانكور بوكس هل هو في اوبجكت؟ ده هنسميه بوزيتيف. هل هو في باك جراوند؟ ده هسميه نيجاتيف ان هو باك جراوند. هل هو في حته من الاوبجكت وحته من الباك جراوند؟ هسميه ميكس او انديفايند اوت. بعرف الكلام ده منين؟ استخدام الاي او يو ما بين الانكور بوكس وبين الاوبجكت. يعني الاي او يو بتاعك هقول ان هو بوزيتيف امتى الانكور بوكس؟ لو الاي او يو بتاعي كبير قوي، لو كان ده اعلى واحد في الاي او يو بالنسبه للاوبجكت يبقى ده هو كده، او لو حتى جايب اعلى من 0.7 هعتبره برضه ينفع ان هو بوزيتيف جوه اوبجكت. النيجاتيف لو هو اقل من 0.3 يعني جايب حته من شعر الولد زي ما قلنا من شويه كده هعتبره ده نيجاتيف انه ما عندوش حاجه. بين البنين بقى هعتبره ميكست، يعني عامل اي او يو مثلا 0.4 يعني هو فعلا جايب حته من الاوبجكت وحته من باك جراوند، بس حته من الاوبجكت 0.4 مش حلوه قوي، فاعتبره ده غير محدد او اسميه ميكس او وات ايفر. ادي مثال اهو البوستيف، قلنا اعلى اي او يو او جايب اعلى من 0.7 زي دوك. بص الاحمر ده فين؟ الاحمر اهو، والجراوند تروس بتاعي الاخضر. انا بتكلم على الراجل اللي واقف، الاخضر اهو وادي الاحمر. الاي يو بتاع الاحمر ده يعني ده اعلى واحد بالنسبه للراجل، يعني لو بص هنا على الموف ده قاعد عامل او اي يو كويس، بس مين اقوى منه؟ الاحمر جايب اوفرلاب اعلى مع الراجل اللي هنا مع الاخضر ده، يبقى هاخد ده الاحمر ده هايس اي يو. وغير كده كمان لو في حاجه تانية تنفع يعني معديه 0.7 مثلا هاخدها، زي الموف ده اعتبر ده برده بوست واحط لك 1 هنا. طب النيجاتيف زي الاسود زي ده كده، ده جايب حته من الشو زي وحته صغيره من هنا، بس الهاي تاي يو بتاعه من الباك جراوند، الاي يو العادي مع الاوبجكت اقل من 0.3، مع كل مع اي اوبجكت مع الكره اقل من 0.3، مع البوي اقل من 0.3، وبالتالي ده اعتبره ايه؟ باك جراوند اللي هو الاسود هنا، تاي يو زيرو مع اي اوبجكت. بقى انا بتقارن مع كل الاوبجكتس، مش بيوفرلاب مع اي اوبجكت الا لو حاجه اقل من 0.3.
ادي كده الاسود. طب حاجه زي الازرق ده، لا ده ميكس، ده جايب حته من الورد، وبص الجزء الاخضر ده كبير اهو، والازرق ده اصغر، يعني العيون ما بين الاثنين الحته الصغيره دي كده اللي هي دي اهي، نعلمها مثلا ده الاوفرلاب، طلع مثلا سي بوينت 4 مثلا، بوينت 4 يبقى انت كده جايب حته من الورد وحته من الباقي مش من الورد، من باك جراوند، ده بالتالي هنعتبره ايه؟ ميكس. هنعرف الفيكتور ازاي؟ هو فيكتور فيه رقمين، اسهل حاجه هاخد اول رقم بكتبه ده عشان الاوبجكت، لو في اوبجكت اللي هو بوزيتيف يعني الانفوتر بوزيتيف، والرقم اللي تحت هاخده عشان الباك جراوند يعني بنسميه نيجاتيف. لو قلت لي له اوبجكت وله باك جراوند يبقى خلاص. بديل فكره هنعرف الايه الاوبجكت ازاي بتاعه. نيجي بقى للتاني الريجريسور فيكتور اللي هو بيحدد لي الاكس والواي والويتس والهايت، الفروق ما بينهم. في حكايه حلوه جدا هنا ممكن اختارها بعد كده في اي شغل، حد بيشتغل ماجستير وعاوز يحط الفكره دي، فكره جميله جدا. تعال نبص على مع بعض كده. ادي الصوره اهي، انا خدت الجزء الموف ده، ده اللي انا كنت مقترحه بروبوزد ريجن او انكر بوكس بتاعنا، وده الجراوند تروس اللي هو الاخضر. السنتر هيحطه الاكس والواي، هنحطها في السنتر، مش هنحطها في هنا في الكورنر اللي فوق، هنحطها في السنتر بتاع كل بوكس. فالجراوند تروس الاخضر ادي اكس وواي بتوعه، اكس تي تارجت وواي تارجت، ده التارجت بتاع اللي انا عايزه، وهنا اكس انكر واي انكر، ده بتاع جزء الموف، ده الويتس انكر وهايت انكر، ده نفس كلام ويتس تارجت وهايت تارجت. كده انا عندي كل حاجه، ده اللي انا مقترحه. عاوز اعرف هو غلط قد ايه عشان احاول مينيمايز اللوس. لما تمينيمايز اللوس يعني يا ريت النقطه دي تتنقل لهنا، ويا ريت الويتس ده يكبر يبقى زي ده والهايت يكبر يبقى زي ده، يبقى انت جبت لي البوكس الصح. فانا بعلم النتورك تعمل كده. تعال نشوف هيعمل ايه بقى. حددنا التارجت وحددنا الانكور زي ما قلنا من شويه، هطرح الاثنين من بعض واطلع الفرق دي اهو. عاوز الديسبيسمنت اكس تارجت ناقص اكس انكور، واي تارجت ناقص واي انكور عشان ده يقرب لده. طيب احنا عندنا كمان الويتس والهايت، انا عاوز اعرف الويتس والهايت دول قالوا بنسبه قد ايه. خد بالك مش عايزهم كارقام، لان مش عاوز الماسوره تكون سكيلد كبيره او صغيره تفرق. فانا بقول لي في الاخر بص الويتس بتاعك ده محتاج يزيد بنسبه 0.3 30% زياده عشان يكبر شويه، الهايت ده محتاج مثلا يزيد بنسبه 20%، مش كده بنعملها سكيلنج، ما بنشتغلش بيها ابسوليوت كارقام عكس الديسبيسمنت ده اكس وواي يعني لازم نجيبها كارقام. المهم يبقى انا هاخد دلوقتي اكس تارجت ناقص اكس انكر واي تارجت ناقص واي انكر، ادي رقمين اهم يحددوا لي السنتر غلط قد ايه، وادي الويتس تارجت على الويتس انكر والهايت تارجت على الهايت انكر، النسبه بتاعت الهايت والويتس غلط بنسبه قد ايه السكيل. لغايه كده الدنيا شكلها لوجيك، بس هيلاحظ حاجه مهمه قوي. بص كده معايا الفيكتور يبقى فيه اربع حاجات اهم، الديسبيسمنت بتاعتنا اربع حاجات، اكس تارجت ناقص اكس انكر اهم، والويتس والهايت. طب افرض زي ما انت بتقول من شويه الشكل بيزوم بيكبر او بيصغر صور كبيره او صغيره، انا مش عاوز ابقى بطرح الاثنين دول من بعض ابسوليوت، خلاص اقسم على الاكس انكور والواي انكور عشان تبقى عارف الفرق ده فعليا. دول بتقول لي فرقهم 10 بكسل، ما هو 10 بكسل لو في 1000 بكسل مش قصه كبيره، الايرور صغير. 10 بكسل في اوبجكت كان 30، لا ده السنتر فرق جدا كبير، ده انت فرق 30%، وبالتالي عاوز نورمالايز اهم تبقى اوبجكت سايز اندبندنت، راح قاسم على اكس انكور واي انكور. تعال نشوف بقى الكلام ده ماشي كويس ولا لا. لو الانكور بوكس كان بيفيت 100%، لو جزء الموف ده كان بيفيت 100% مع الاخضر، ساعتها يبقى اللص بكام؟ انا عاوزه زيرو. تعال نجرب كده، اكس تارجت هو الاكس تارجت هو الاكس انكور، الاثنين انطبقوا، الواي تارجت واي انكور انطبقوا، يعني السنتر ده بقى السنتر ده زي الفل، الفرق ما بينهم كام؟ يطلع صفر، اقسم على اي حاجه يطلع صفر زي ما هو. طيب الويتس بتاع التارجت هو نفس الويتس بتاع الانكر، والهايت تارجت هو الهايت بتاع الانكر، ماشي هيطلعوا دول كام؟ واحد وواحد، اهو كده لخبط لنا الدنيا. انا كنت عايز لما يكون بيفيت 100% يبقى النص كله صفار،
بتقوليش اصل ده طلع قد ده، فالسكيل طلع بواحد 1 تو 1. انا مش عايز كده، انا كان نفسي ده يبقى كمان صفر وده يبقى كمان صفر. طب هيحلها ازاي؟ حلها فكره لطيفه جدا، بقول لك ممكن تنفعك بعد كده. زي ما بتقول دايما، اهم حاجه وانت بتشتغل في الماشين ليرنينج او في الديب ليرنينج اللوس فانكشن. عملت لوس فانكشن صح او قويه هتحسن النتائج بتاعتك جدا. عشان اعمل لوس فانكشن قويه، انت التارجت اللي عاوز توصل له ايه؟ ان يبقى دول كلهم اصفار، امينيمايز اللوس يعني كلهم اصفار، مش هسيب دول وحيد زي ما هم. فانت تعالى نعرف الاوفست بتاع الويتس والهايت بشكل تاني مش بالشكل ده. بص بقى عملوا ازاي؟ مش ده لو كانوا بيفيت هيبقى هنا واحد وواحد؟ خلاص خد اللوج. يبقى ما تيجي تعرف الفيكتور بتاعك حط الفروق ما بين الاكس وما بين الواي واقسم على الاكس والواي بتوعك عشان يبقى كده اندبندنت على الصحيح. الويتس والهايت كسكيل وخد اللوج بتاعهم، ما هو لو واحد وواحد هيبقى اللوج بتاعهم صفر وصفر. ممتاز. كده طلعوا اصفار. تركيه رائعه وسيمبل جدا ويقدر يشتغل بيها، يضمن كده ان اللوس بيمينمايز بجد عشان يصفر كل حاجه. يبقى ده الفيكتور الثاني. يبقى الخلاصه مره ثانيه، النتورك اللي احنا عايزين نعلمها انا عاوز اديها لكل واحد من دول اثنين فيكتور. فيكتور بيقول لي هي جواه اوبجكت ولا لا، وفيكتور بيقول لي الديسبيسمنت عن الباوندنج بوكس بتاع الاوبجكت الحقيقي قد ايه. الفيكتور الثاني ده ارقامه ما تهمنيش الا لو كان فعلا في اوبجكت جوه ده. لو ما كانش في اوبجكت هنا يعني ده كان نيجاتيف ما فيش اوبجكت، يبقى بالتالي ما عنديش حاجه اسمها جراوند تروس، يبقى ما عنديش حاجه اسمها الكلام ده خالص. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان في اللوست فانكشن ما تجيش تحاول تمينيمايز دول لبوكس ما جواهوش اوبجكت، فانت هتمينيمايز البوكس جواه اوبجكت بس. زي ما نشوف اللوست فانكشن كمان شويه. تعالوا نستكمل الصوره. التريننج داتا بريباريشن بتاع الار بي ان، اجهز التريننج داتا ازاي؟ هنعيد نفس الكلام اللي قلناه بس بشكل مختلف. ادي الصوره اللي عندنا اهي، معاها جراوند تروس، ادي 1 2 3 وانا عارف ابعادهم، انا لسه في التريننج فيز، فانا معايا كل الليبلز بتاعت كل حاجه. هاخد الصوره دي هدخلها على مثلا لكم في جي جي 16، طلعت فيتشر ماب للصوره كلها. جميل. في نفس الوقت انا حددت انكر بوكسز للصوره دي اهي، ادي الصوره اهي، حددت انكر بوكسز ولكل واحد طلعت حواليه شويه ايه او صور انكر بوينت، كل واحد حواليه انكر بوكس اهم موجودين هنا. طبعا هنا مش دقيق قوي، المفروض لو كنت هرسم صح احط السنتر بتاع دول واحركهم، بس مش مشكله يعني. لكن المهم انا عندي شويه انكر بوكسز مغطين الصوره بتاعتي. اما اجي استخدمهم استخدمهم على الفيتشر ماب من هنا. يعني مش هاجي اقول لك بقى كل بوكس من دول روح شوف مكانه فين هنا وقصه واعمله سي ان ان، لا. التركيه اللي عملناها في الفاست ال سي ان ان هنعملها تاني هنا. انا خدت دي حولتها كلها مره واحده لفيتشر ماب للصوره كلها. اماكن الانكور بوكسز كلها انا عارفها، اروح اعمل لها بروجكشن هنا، اعمل مابنج هنا، اطلع لك لكل واحد من دول. لو كنت خدت الصوره اللي جواه كان هيطلع لي هنا ايه في الفيتشر ماب، انا بوصلها من هنا مباشره. ده اللي هاخده هيخش على الريجن بروبوزال نتورك الار بي ان بتاعتنا، لان بالنسبه لنا كل واحد من دول كانديديت يبقى ايه ريجن بروبوزال. زي ما قلنا هناك كده، لو انت كنت واخد مثلا 10 في 10 ب 100 انا عندي 100 انكور بوينت، كل انكور بوينت حطيت حواليها 9 بوكس مستنطرين عندها، يبقى كده بقى عندي 100 في 9 ب 900، يبقى دي هتطلع لي 900 واحد. هتطلع لي 900 واحد ازاي؟ تعال اقول لك بقى. دي المفروض بيخش لها كل واحد من دول تروح مطلعه لي هو جواه اوبجكت ولا هو جواه باك جراوند ولا هو حاجه ميكس لكل واحد من التسعه دول، وكل واحد من التسعه دول من التسعه دول باعتبار كل دول مسنترين في نفس النقطه، فالمفروض بيتكلموا غالبا على الاوبجكت اللي تحتهم يعني. ادي حاجه تطلع من النتورك بتاعي. حاجه كمان، لكل واحد من دول قول لي ايه احسن ابعاد ليه، اكس وواي والويدث والهايت، او بمعنى صح قول لي ايه الاوفست بتاعته عن الجراوند تروس اللي هو فيه. بمعنى اخير، لو انا خدت ده كده طلع لي من هنا شويه اوفست،
اقول لك طب خلاص امسك بقى ده، اجمع عليها الاوفست الموجوده هنا، يبقى انت عرفت الجراوند تروث المفروض يبقى شكلها ايه. بعد ما حطينا الاكس واي بتاع ده، حطينا الويدث والهايت بتاعه بيزد على اللي انت طلعته لي من هنا النتورك اللي هي اتعلمته. طب النتورك دي هتتعلم ازاي؟ انا بدخل لها دول مفيش مشكله اهو، مره ثانيه خدنا الصوره طلعنا فيه شير ماب، الصوره نفسها قسمنا عليها انكر بوينت وطلعنا عليها انكر بوكسز، وطلعنا كل انكر بوكس من جوه الفيتشر ماب بيطلع ايه. قلنا مبدئيا كده لو كل انكر بوينت حواليها 9 بوكس يبقى عندي 9 بوكس حوالين كل واحده. كل واحد من التسعه بوكسز دول، تعالى نكتب تاني كده عشان نبقى فاكرين، المجموعه دول 9 انكر بوكسز سنترد اون انكر بوينت. فانا مع كل انكر بوينت عندي 9 بوكس. التسعه بوكسز دول كل واحد هيبقى ليه فيكتور فيه 2 كده من التسعه دول، بيقول لي هو عباره عن ايه؟ الاوبجكتنس بتاعه، هل هو اوبجكت ولا هو باك جراوند ولا هو ميكس؟ دول عددهم 9، يبقى عندي 9 في 2 بيساوي 18، يعني عندي فيكتور طوله 18 لكل انكور بوينت حوالي 9 انكور بوكسز، في 18 رقم بيقولوا لي التسعه دول كل واحد جواه ايه؟ هل هو ميكس ولا اوبجكت ولا باك جراوند؟ دي حاجه. حاجه كمان، لكل واحد من التسعه دول، لكل واحد من التسعه اللي هنا يبقى عندي برضو كده ايه؟ اربع ارقام اكس واي ويدث وهايت اوفست. يفرقوا ايه عن الجراوند تروس الحقيقيه؟ طب والتاني نفس الكلام، التالت نفس الكلام، دول 9 يبقى 9 في 4 36 رقم. يقولوا لي التسعه بوكس دول كلهم كل واحد غلطان قد ايه عن الجراوند تروث الحقيقي بتاعه؟ ده في حاله لو كان تحتيه جراوند تروث بجد، لكن لو هو كان من نوع باك جراوند او ميكس مش هينفع، ملوش الارقام ملهاش معنى. يبقى ده اللي انا مستنيه يخرج من النتورك اللي هنا. طيب نكمل، عشان ده يخرج من النتورك اللي هنا علمني اللي انت عايزه، يعني اديني الليبلز بتاعتك بنفس المنظر ده. يبقى كل اللي بقوله لك جهز لي دول بالنسبه للانكر بوكسز التسعه بتوعنا. تعال نشوف هنجهزهم ازاي، هل سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. تعال نعملهم واحده واحده. كل واحد من التسع انكر بوكسز اللي هنا دول امسكه، انت عارف مقاساته، وروح شوفه بيوفرلاب مع مين باي ويو عالي. لو بيوفرلاب باي ويو عالي اعلى من 0.7 حلو قوي، يبقى ده اوبجكت يبقى بوستر. لو اوفرلاب اقل من 0.3 يبقى باك جراوند. لو بين البنين يبقى حاجه ميكس. يبقى تقدر للتسعه دول تعبي لي ال 18 رقم دول. لكل واحده من دول اقدر اقول لك هو ميكس ولا فور جراوند ولا بوست ولا نيجاتيف، يعني من الاخر اعرف اجيب دول من هنا. مره ثانيه انا اوريدي عندي الباك جراوند، دي تريننج سامبلز، عندي الجراوند سوري عندي جراوند تروث بتاعتي، ودول انا اوريدي اللي معرفه بمزاجي اماكنهم فين وابعادهم ايه، فانا عارف ابعادهم. كل واحد من دول اي او يو مع الاوبجكتس اللي هتحكي كلها، شوف كده هيقول لي جوه اوبجكت ولا لا، هطلع دول. طيب اللي هنا همر على واحد واحد من دول تاني. انت جواك اوبجكت؟ اه جوايا اوبجكت. الاوبجكت اللي انت عامل هاي اوفرلاب معاه فين؟ اهو اللي هنا ده. طب قول لي بقى الاكس والواي بتوعك كام والاكس والواي بتوعه كام؟ خد الاكس ناقص الاكس واقسم على الاكس انكر طلعت رقم. خد الواي بتاعك ناقص الواي بتاعت اللي انت تحتيك ده واقسم على الانكر الواي انكر طلعت رقم تاني. خد الويدث بتاعك والويدث بتاع اللي هنا قسمهم على بعض، وخد اللوج طلع رقم الثالث وزي الرقم الرابع. هكرر الكلام ده للتسعه دول كلهم، يبقى كده طلعت 36 دول. يبقى في الخلاصه انا في الاخر هنا عملت لك الليبلز بتاعتك. هدخل لك التسعه دول، يعني هدخل لك الفيتشر ماب بتاعتهم واقول له بقى ايه الارقام اللي طالعه من هنا، عاوزهم يبقوا زي دول. يقوم ده يتعلم في لوس فانكشن يمينيمايز اللوس، يتعلم. بعد كده بيخش له دول مره ثانيه يروح مطلع لي الريزيدوز بتاعتها، الفروق ما بينها. انا عندي ده انا عارفه، وعندي الفروق، اجمع دول على ده تروح مطلع الاصل يبقى شكله كام تقريبا. يبقى ده البروبوزد ريجن اللي هبعته بعد كده للديتكتور بقى.
فكده هو هيطلع بروبوز ريجن اوتوماتيك. تعال نشوف كده هاو تو بريبير التريننج داتا. اول حاجه جيت التريننج داتا سيت ذات كونتين ايمجز وانوتيتد اوبجكت، يعني عندك الباوندري بوكسز الخضراء بتاعتها جراوند تروث. يوز اني بري تريند سي ان ان بي جي 16 مثلا عشان اطلع الفيتشر ماب. ارجع لورا اهي، انت جبت دي منين؟ الفيتشر ماب دي منين؟ هات اي حاجه بري تريند، خد دخل عليها الصوره يطلع الفيتشر ماب بتاعتها. نكمل نمره ثلاثه. فور ايتش انكور بوينت اللي انت اخترت قسمتهم، قلنا مثلا طلع 10 في 10 بيت انكور بوينت، حط حواليها عدد كي انكور بوكسز. احنا كنا اخترنا من شويه كي، احنا قلنا مثلا 3 سكيلز والكل سكيل من دول 3 ريشيوز، واحد كده واحد كده واحد كده، يبقى كده بيساوي كام؟ يبقى الكي بتساوي 9. 9 بوكسز بير انكور بوينت، كل انكور بوينت هتسطر حواليها 9 بوكس. كان عندك 9 بوكسز وانت اللي عاملهم، يعني انت اللي عارف الاكس والواي والويتس والهايت بتوعهم بناء على الحساب بتاعتك دي. احسب الاي او يو ما بين الانكور بوكسز وكل الاوبجكتس اللي ليها ايه؟ جراوند تروس اللي هي كانت انوتيتد. شوف هل تحتيه فعلا اوبجكت ولا لا؟ حسب الاي او هيطلع كام؟ بناء عليها لكل واحد من التسعه دول حط بقى الاوبجكت انسبكتور بتاعك، هل هو فيه بوزيتيف؟ هل هو نيجاتيف؟ هل هو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اهو كده تبنيت الفيكتورز الاولانيه بتاعتك. رقمين لكل واحد من التسعه، في تسعه 18. ال 18 دول للبوكسز اللي متسنطره حوالين 1 انكور بوينت. الانكور بوينت اللي بعدها حوالين تسعه ثانيين هتكرر نفس الكلام. نكمل. فور انكور بوكسز انكلودنج اوبجكت اللي هم طلعوا بوزيتيف بس، روح شوف بقى الديسبليسمنت ما بينهم وبين الاوبجكت اللي هم طلعوا تحتهم. شوف بقى فرق الاكس وفرق الواي وفرق الويدث والهايت والسكيل زي ما قلنا من شويه. فور اذر انكور بوكسز اللي هم طلعوا ميكس او طلعوا باك جراوند، روح ملاهم بزيرو. فعليا مش فارقه، سيبهم راندوم لو انت عايز، ما احنا مش هنستخدمه اصلا واحنا بنحسب اللوس فانكشن. وانا هتقارنه بيه عشان يبقى فيه لوس. وبالتالي مش فارقين معاك. يبقى انت عرفت تملى الفيكتور الثاني بتاع اللي كان فيه 9 بوكسز كل واحد ليه 18 4 ارقام 36 رقم. اللي فيه بوكسز اللي فيه اوبجكت تحتيه حسبناه، اللي مفيش اوبجكت تحتيه سيبناه زي ما هو. روح بقى سبلاي او بروفايد الار بي ان بتاعتك بالفيتشر ماب بتاعتك اللي هي انبوت والاثنين دول از ليبل. اللي هو نرجع لورا ثاني اهو، دخل انت هنا بقى خدت دي خلاص بقى الفيتشر ماب دي، دخلها من هنا. والليبلز بتاعتها دخلها من هنا، وقول له بقى اتعلم لما تخش لك دي كفيتشرز الحته بتاعت دي النقطه اللي هنا دي، طلع لي الارقام اللي انا مديها لك كده. لو عرف كده يبقى الدنيا بقت زي الفل. دي الفكره بتاع هو ازاي يقدر يترين الار بي ان. دي الخطوات بتاعتنا. هنبص المره الجايه ان شاء الله ازاي نقدر نعمل الفي جي ونطبق الكلام ده عليها.